السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. احنا النهارده موجودين عند ابناء احمدين طنان. عايزه اقول لكم عندهم تشكيل حلو قوي قوي زي ما احنا متعودين، ما شاء الله. معرض 6 ادوار وعندنا معرض تاني 5 ادوار، يعني هتيجي ذوقك هتلاقيه. عندنا تشكيل اوض نوم اطفال، اوض نوم كبيره، صالونات، انتريهات، سفر، ركنات، بصوا كل اللي يجي في بالكم. وعندنا كمان حاجات فرداني موجوده معانا. طبعا النهارده الفيديو مميز جدا. عايزه اقول لكم انا واقفه جنب اوضه اصلا اول ما شفتها ظهرتني الشماعه بتاعتها جميله جدا جدا. احنا عندنا كمان سرير دوار كده متنجد حلو قوي برده ما شاء الله. عندنا شغل من اول يعني ما يجي في بالك، عندنا اسعار متفاوته. لا ذوقك والستايل بتاعك وكل تفاصيلك اللي انت محتاجاها موجوده معانا النهارده في الفيديو. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. مساء الخير، ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ ازيك يا استاذ شريف، منور الدنيا. الله يكرمك. ظهرت معانا في اول فيديو واختفيت بعد كده. هو بقى كان الاستاذ وائل هو تخصص الحاجات دي، كان مسيطر. ايوه. طيب الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. خلينا نفكر الناس احنا فين. احنا هنا في معرض ابناء احمدين. ايوه، كمان شارع المعارض الرئيسي يعني. تمام. طبعا يا جماعه لو جايه من طبعا يعني اي مكان انت هتيجي فيه لازم تكوني موجوده في المؤسسه، بتركبي عربيه طنان نوا وبتنزلي ارض المعارض. انا جايه بيها النهارده، وصلت لغايه هنا بسهوله جدا. طيب احنا عندنا شحن عموما للشغل بتاعنا ده، مش كده؟ في شحن لجميع المحافظات، اي مكان بنشوف الشحن قد ايه وبنعرف العميل قيمه الشحن قد ايه. تمام. طب نقول بسم الله بقى ونبدا الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نشوف بقى القمر اللي احنا واقفين قدامها دي. قلت لي الاوضه دي اسمها العصفوره. غرفه النوم دي اسمها العصفوره، وحتى يبان في الاستاذ بتاعها نفس نفس الديزاين جاي على الحيطه. هي فيها ليد يا جماعه، احنا مشغلينه عشان تشوفوه اهو. ايوه. حتى الليد بتاعها اللون بتاعه جميل جدا. تمام. اللون ده بيبقى على الابيض بيبقى احلى من الاصفر. تمام ما شاء الله. ناس بتحب ده وناس بتحب ده، فده موجود وده مرفوض برضه. تمام. بصوا هي مطعمه بالستانلس كده الجولد. أيوة. عايزه اقول لكم ما شاء الله تحفه حلوه قوي. ودي دوكو. ده دوكو فرن. دوكو فرن. حتى انت لو قربت الكاميرا شويه على الدهان هتشوفوا مستوى التشطيب عامل ازاي. ما شاء الله باين. بسم الله ما شاء الله. دي حاجه ثانيه، حتى انت الاضاءه باينه من ورا. في ليد هنا اهو. ايوه. ده الكيت بتاعها فيه ضوء. بسم الله ما شاء الله. تمام. عايزك بس تجيب اللقطه العامه بتاعتها، الصوره كامله. ايوه. قبل ما نشرح تفاصيلها اهو. تمام. عشان يبقى الزبون شايف الحاجه قدامه كامله. تمام. دي عبارة عن غرفة نوم اسمها العصفورة. دي الموديل بتاعها 3 غرف. تمام. تمام. دي طبعا الدرفة اليمين بتبقى الرف والشماعة. رفين وشماعة اهو. ده رف اسمه رف المكوى. وده رف، دي الشماعة اللي هي القصيرة. تمام. وهنا دي بتبقى الأرفف كلها. دي 4 رف. في عندي منها بينزل نظام مكتبة، وفي منها بينزل نظام الايه؟ الأرفف. تمام. في عميل بيحب كده ماشي حابب يقلبها نظام في ايدينا، في الحالتين في ايدينا. دي في ايدينا. تمام. تمام. والناحيه الشمال طبعا ده الرف الطويل، دي الشماعه الطويله اهيت، وده الرف بتاعها. تمام. رف وشماعه، وهنا رفين وشماعه، وفي النص ارفف. حلو قوي. طيب هنشوف السرير ولا التسريحه؟ بص على رجلك، بص على السرير الاول كده. دي السرير جميل جدا. الله، حلو قوي. لونه شيك قوي مع لون بص كده. ده اللون الاوف وايت. اللون هنا واخد من يعني في ماكس ما بينهم قمر. ده اسمه ده الرخامي. حتى الرخامي بتاعه فاتح واكل مع درجه الدهان اللي هي نازله تحت شويه. جدا. حتى التنجيد هتلاقيه واكل ال3 الوان واكلين مع بعض. ما شاء الله، حلو قوي قوي ما شاء الله. تمام. والسرير جاي بدوران كده من الجناب، تحسي ان هو يعني مساحته ملمومه. جميل جدا. وبعدين الاوضه دي يعني من انجح الاوض شغاله معايا. بسم الله ما شاء الله. تمام. وكخامه وحاجه محترمه جدا. تمام. وفي كمان البانكيت معانا. البانكيت بتاعها نازل نظامه غير اللي احنا اتعودنا عليه. زي كنبه. اللي احنا دعوتنا عليه كله بيتفتح. حلو قوي. دي نازله نظام الكنبه وليها ده. تمام. حتى هنا هي متقسمه معايا ادراج. ده دور ازاز مبطن برده جوه القطيفه بتاعته. تمام. تمام ما شاء الله. طبعا انا مش محتاج اقول لك ان الخشب ده كله سيم مربع، يعني لو في حاجه داخلها ام دي اف احنا بنعرفها للزبون. تمام. بس هي بتبقى على قد قيمتها برده. بالظبط. يعني ده مستوى. هو كان فعلا استاذ وائل قبل كده ان في حاجات بيبقى فيها وما بالزبط. بتنفعش تدخل في الحاجات اللي هي الثقيله المحمله اللي زي كده خالص. دي حاجه ودي حاجه. تمام. الثانيه برده لها سعر اقل من دي طبعا بكتير. اكيد. ودي لها سعرها برده. تمام. واحنا برده مش بنبالغ في الحاجات دي، احنا برده بنقرب الدنيا مع الناس عشان الدنيا تمشي برده. تسلم يا استاذ محمد. التسريحه بقى. بس هنا مفيش فيشه، بس فانا مش قايل ده مفيش فيشه جنبها بس. كل الحاجات يا جماعه. ايوه الحاجات دي كده فيها ليد. وده مضيء. تمام. ودي التسريحه من هنا، دي مش نظام درج من بره، لا دي نظام
درج داخلي. الله دي بتبقى سلامه برضو من جوه. أيوة. ما شاء الله حلو قوي. دي بحس انت هتفصيلي اي حاجه تحطيها معاها. الحاجات الرفيع بتاعتك ما شاء الله. وبرضو عندنا هنا الادراج بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. اربعه درج في التسليح برضو زي. بصوا المقابل بتاعتها ما شاء الله. والجرار هنا على الحوامل المعدن دي تحفه. بسم الله ما شاء الله. تشيل والتقفيل تمام. حاجه محترمه جدا ما شاء الله. حلوه. دي اربع ادراج صح كده. والدرج اللي فوق يبقى خمسه. دي خمس ادراج معانا. بسم الله ما شاء الله. تمام. نازل معاها قطعه زياده هي اللي هي دي اللي هي عامله زي الكونسول كده بالظبط. بس ده الكونسول بيبقى المرايه بتاعته مش طويله عشان نازل معاها قطعه في البنكيت دي. تمام. بص طبعا هي متغلفه دي كده مرايه. وهنا ليه درج ليه نفس الكميات بالظبط. واخده نفس الشغل برضه ونفس الاكسسوار نفس كل ده. وانا راح الشغل والاكسسوارز وكل حاجه. بصوا تمام. بسم الله ما شاء الله. بجد مبروك على اللي هياخدها. تفاصيلها حلوه ورقيقه وشيك جدا. بصوا الرجلين بتاعتها الرجل المفتوحه شويه دي تبقى شيك قوي في الفرش. بتدي كده نعومه للاوضه. بصوا الدرج معاك قد ايه؟ العمق بتاعه يا جماعه شايفين العمق بتاعه ده زين. وطبعا السرج هنا ده نفس اللون ده بحس ان هو يضاهي ده. اما يا جدعان ده زين وده بيبقى كونتر وده الام دي اف اللي هو الوش بتاعها ما شاء الله. تمام. تمام. دي حاجة محترمة جدا وحاجة يعني تشرف أي حد. جينا للسعر. السعر بقى أنا بقالي فترة ما طلعتش معاكم فعايزين نظبط لكم الدنيا شوية بإذن الله يعني. يا ريت. تمام. احنا داخلين بقى على عيد الأم اللي عايزة تجيب حاجة لمامتها سواء في أوضة نوم صغيرة أو أوضة نوم كبيرة أو أنتريات. احنا النهاردة بنعمل كذا فيديو هنزلهم لكم إن شاء الله كده في خلال الفترة اللي جاية. إن شاء الله. وطبعا عندنا عرايسنا الحلوين شهر رمضان جاي والعرايس بيتجوزوا على العيد وكده يعني فعايزين بقى إيه تعمل لنا كده عروض قمر. حاضر. طيب انا هكلم معاك يعني بعد العرض ولا نتكلم ونشوف الخصم قد ايه والكلام ده كله. بص ايه اللي يريحك. احنا هنعرف في الاخر ان ده السعر بتاعنا. طيب الاوضه دي الناهيه بتاعتها اللي هو بعد الخصم دي هتبقى 16000 جنيه. 16000. والسعر حلو ده مش طيب. حلو يا جماعه اوضه نوم. بصوا ما شاء الله الشياكه بتاعت السرير وفيها بانكيت عامل ازاي بالظبط. لا والخشب باين ما شاء الله. والفينش يا جماعه انا هقرب لكم بالكاميرا على الشغل كده. بصوا الشغل ما شاء الله والفينش ولمعة الخشب. بسم الله ما شاء الله بجد تفاصيلها حلوة. أوضة محترمة حلوة قوي. بص بقى ما شاء الله الأوضة دي تحفة قمر قوي. عايز أقول لكم مريحة كده وتحسوا إن هي بتدي وسع للمكان ما شاء الله. الله أكبر. بصوا كمان السرير بتاعها تحفة وشيك جميلة قوي قوي. والتسريحة بتاعتها برضو ما شاء الله برضو فيها ليد يعني فيها حركات كده وحاجات حلوة. دي جميلة. لسه جديدة مش منتشرة كتير وحاجة يعني حاجة محترمة جدا. جميلة ما شاء الله. وبعدين انت شاورتي قلتي لي اصور دي الاول فمش هقدر اقول. جميلة بصراحة الله يخليك تسلم. بصوا اصل هي واخدة الجزء بتاع المرايات المتقسم ده بيدي وسع حلو قوي للاوضة زائد الجزء اللي هنا فيه كابوتونيه ده تحفة وفيها ستانلس وفيها ليد. لا فيها تفاصيل طعمة. وبعدين المرايات هنا دي مش مراية ده فامي. فامي بالظبط. عشان يكسر اللون ده. وفي نفس الوقت ما يبقاش اللون بتاعه فاتح يبقى زاهي مع اللون. تمام. عندنا حاجه كسرت اللون بتاع ده وده واكل مع ده. الالوان واخده. ونكسر اللون بتاع المرايه نفسها. بالظبط ما شاء الله. تمام. دي شيك جدا وجميله وحاجه محترمه جدا. وبرده النجاره بتاعتها سيب ربع. مفيش فيها ام دي اف. كل الدخل بتاعها سيب. هنا هي مختلفه التقسيمه من جوه اصلا. تقسيمتها جميله جدا. حتى المكتبه هنا غير المكتبات العاديه. معظم المكتبات هتلاقي كل الرف قصاد بعض. هنا مديك مساحه ان هو مكبر رف ومصغر رف. مكبر رف حاجه رصتها اعلى شويه او حطيتي بوكسات او حاجه معاكي بالظبط. حلو قوي ما شاء الله. طبعا انا بحب الحاجه المختلفه دي. بصوا رفين وشماعه. ايوه. وهتلاقوا الناحيه الثانيه برده هتلاقوا معانا رف وشماعه صح كده؟ تمام. صح؟ في حاجه بس حبيت اوضحها ان احنا هنا بننصب الشغل مؤقت. يعني انا هنا مش مربط ما بيبقاش متربط. لا انا بربط بس اربع مسامير والباقي كله عشان الشغل ده بيتفك وينزل تاني والكلام ده بالظبط كده. تمام. في ناس بتيجي تقول الدرفه دي مش مقفوله ليه مش عارف ايه. لا الشغل محطوط في المعرض. لما بيروح عندك بقى بيتركب التركيبه الصح. ما اتكلمناش على الجرار ده. الجرار ايه؟ بص هو الجرار اللي عندنا كله تركي. تمام. مفيش خلاص بقى بتهيألي مبقاش حد اصلا يشتغل على الجرار التركي ده. عشان المساحه كمان كان الاول الجرار سمعته وحش قوي. دلوقتي يا جماعه عايز اقول لكم بتجيبيه وتنسيه. ايوه. الجرار دلوقتي الناس كلها بتيجي تطلبه افضل من الدرف كمان. اكيد بيوفر معاكي في المساحه واشيك والله كمان ما شاء الله. وعملي كمان على الدرف. يعني ناس كتير كانت بتخاف منه دلوقتي ما هو اثبت جدار عن الدرف. حقيقي والله ما شاء الله بجد. يعني بص ما تعيش. اهتزاز الدرفه ده لازما لان الجرار لو ماسك دي مش هتمشي معايا. مش هتاخد وتدي معايا بالظبط. في مجال هي تهتز. ما شاء الله. تمام. وبعدين الجرار كله باكم دلوقتي السوسته بيمسك لوحده. تمام. ده جميل جدا اهو. ما شاء الله. بصوا السرير بقى
فخم كده وجميل ولد برضو كده، يعني هتعملي جو قمر بقى، شمعتين كده ونجفه جميله، تلاقي الاوضه بتاعتك بجد عشان ما فيش فيش تحفه. عيد النور ده لما بيت كمان بيبقى جميل جدا، جميله، وهي لونها مريح يا جماعه والله قوي ما شاء الله، الالوان دي تحفه، قمر جميله جدا. طيب ده كمان الكومودينو، اتفضل. ده هو ده الدرك، ده واخد برضو من نفس التنجيد اللي هو بتاع الدولاب، تمام. وده مضيء، اللي هو ده مضيء من الدرج بس متوصل من ورا، ده السلك بتاعه. ده الدرج اهو، ده زي ما كله برضو، دي طبيعه الخشب اهو زي ما معاك اهو ما شاء الله. دي تخانه الدرج معايا، ما شاء الله. وده الوش الام دي اف، وده الكونتر اهو وراه برضو عشان خاطر المهبط ده يبقى في المليان، ما يبقاش في الفاضي. ما شاء الله. دي النجاره كلها ايمن اي مساء، حاجه تشرف يعني، ما شاء الله. التسريحه بتاعتها شيك جدا، بصوا بقى التسريحه بتاعتها، بسم الله ما شاء الله، اربعه درج ما شاء الله. وش الدرج ده واخد من وش الدولاب، واخدين، حتى هتلاقي التنجيد هو نفس التنجيد اللي في الدولاب، بالظبط نفس التطبيق. والمقابض بتاعتها بصوا سيمبل ازاي يا جماعه، ما فيهاش اي حاجه. في ناس بتقول لك انا مش عايز الطعم بستانلي بكريستال او الكلام ده كله، دي ساده، وده الدرج الثاني بتاعها برده بنفس تفاصيلنا، والعمق بتاع الدرج حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. لسه في ثاني، انا ما فتحتش كله، تمام. تمام ما شاء الله. طيب دول كده درجين، وبرده فيها ليد يا جماعه، والمرايه بتاعتها ما شاء الله كبيره، يعني حلوه قوي كده. تسريحه مقاسها 150 او 160، 150 او 160، حلو قوي. تمام. طيب نازل معاها بقى الكونسول ده، ده بيسموه عسكري او كونسول او الشفنيره، المسميات بتختلف بس هو يعني ايه المطلوب. ده انا بشوفها رئيس حاطين فيه الشنط بتاعتهم والميك اب، ده لو في مساحه في اوضه النوم بيتحط معايا. مفيش مساحه، في ناس بتاخده ان ده يتحط في الصاله، بالظبط، يبقى مساعد نيش، يتحط فيه الانتيكات، اي استخدام بقى زي ما عايز. جميل جميل، استعماله حلو قوي وعملي على فكره. الله، ده في درج كمان ما شاء الله، وبرده ليد حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. كده الاوضه قلنا التسريحه والاثنين كومودينو ومساعد النيش، وطبعا السرير والدولاب، واكيد في شماعه وال دول اساسيين، وال معاه الشماعه وكرسي الطبخ، تمام، والباف بتاع التسريحه، صح كده؟ بتاع التسريحه، الباف او الكرسي على حسب ما ينزل معقوله نفسها. كام بقى السعر يا استاذ محمد؟ طيب ديت دي 17000 جنيه. ايوه بص بيقول السعر على طول بقى. من 20000. انا بحسب وبحط اعمل شبه بسيط عشان اشجع الناس عشان عيد الام والمناسبات اللي جايه، بالظبط كده. وبعدين داخلين على رمضان كمان، عرايسنا الحلوين، نحاول نظبط الدنيا قبل رمضان، ربنا يتمم لكل عرايسنا على خير يا رب. استاذ محمد النهارده عايز اقول لكم عاملين عروض حلوه فعلا، تعالوا شوفوا الخشب بنفسكم وهاتوا نجار وانتوا جايين عشان تتاكدوا من كلامنا وتشوفوا فينش الشغل والدنيا، بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. لسه معانا شغل كتير، ده احنا النهارده عندنا شغل عظمه، تعالوا كملوا معانا الفيديو. بصوا معانا الاوضه القمر دي كمان، عايز اقول لكم حلوه قوي، دي برده الدولاب بتاعها جاي بومبي كده يا استاذ محمد، مظبوط. طيب قول لنا تفاصيلها بقى وشحلنا. انت خدت لقطه على الدولاب كل الاول، باينه قدامي في الكادر كله يعني. طب دي لقطه على السرير برضو كده، حاضر. بصوا ما شاء الله قمر، ده شازلونج. بصوا بقى الشازلونج ده اصلا انا يعني تحفه، عاجبني قوي. أيوه. فكرته جديده، واخد طبعا من لون السرير ومن اللون الرخامي اللي موجود في الدولاب. مش هنتكلم في حاجه، انا عايزك بس تاخدي لقطه كده اهو، دي بقى لقطه على التسريحه. واضح ان عنده كلام مهم. ايوه بقى كده لقطه على العسكري. بصوا ما شاء الله، ده معاها عسكري كمان. بس انا عايزك بس توريهم بس الشكل، وبعد كده نرجع بقى من اول ما بدانا، اتفضل. الغرفه دي، الاوضه دي ايوه، دي ده كله كده، ده جاي دوران. بالظبط كده. طبعا الناس بتقلق موضوع الدوران والكلام ده، لا ده ما تقلقش منه، لان يعني ده خلاص ده اتكبس وقعد فتره لحد ما وصل للمرحله ديت، تمام، فمش هيزعلك في اي حاجه، تمام. اولا الموديل ده ميزته ان هو هادي، مفيش فيه شغل كتير او لسه كتير او الكلام ده، تمام. في نظافته سهل جدا، يعني ده لو اي فانيلا معلقه او اي حاجه بتتمسح ده كله بيرجع معاك جديد كله زي ما هو، تمام، في اي وسخه والكلام ده كله، تمام. بصوا يا جماعه هو واخد ميكس كده من بين الابيض والجري اللي هو الرخامي ده، حلو قوي. طبعا داخل فيه الستانلس سيلفر برده، جاي مع لون الاوضه، تحسوها منوره كده، بسم الله ما شاء الله. حتى الكابوتونيه اللي معمول للسرير على جري برده عشان ياخد من بعضه، ما شاء الله حلو قوي. ده على جري، تمام، برده خدتنا للسرير قبل التاني. ايوه معاك، بس انا بقول ان في ماتشنج ما بينهم يعني. ما هو انا لازم اربط التنجيد بالدولاب بكل حاجه، الاوضه كلها تحس ان هي متناسقه مع بعض، بالظبط. تمام. ده اللون الرخامي ده، الدرجه دي واكله مع اللون ده مع الاستانلس بتاعها، تمام. تقسيمتها برده من الداخل، برده نظام مكتبه، تمام، البحر بتاعها واسع معاك، رف كبير فوق، وبالظبط كده، ومكتبه، دي جميله جدا، والبومبي ده مدي مساحه مدي عمق للدولاب من جوه، تمام.
ده رفين وشماعه بالظبط كده. اه وهنا طبعا رف وشماعه. هنا الرف والشماعه. اه بصوا ما شاء الله، عايزه اقول لكم مساحه الرف حلوه ومساحه الدولاب ما شاء الله قمر. الباف بتاع التسريحه اهو. ايوه تمام. ما بنشوفش الكراسي عندنا في مكان انا وهي الكراسي. لا كل اوضه بتخرج طبعا بكل التفاصيل بتاعتها. الكومود بقى قمر بصوا. الكومود بتاعها بص عليه براحتك كده. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم طبعا هو درجين حلو قوي كده. بس الف مبروك اهو ما شاء الله متبطن قصيفة. أيوة. وطبعا اتنين درج يا جماعه على الجرار بتاعنا المعدن اللي احنا قايلين عليه. وليه هنا زي اباجوره كده بشداد تحفه حلو قوي كريستال كده قمر. وطبعا الظهر بتاعه كبطولي زي السرير بالظبط. يا دوبك على التركيب بس. تمام. يعني ده موجوده وكل حاجه واقفه على التركيب. تمام ما شاء الله تمام. دي نجره ايمن ايمن كلها سي مربع برده ما فيش فيها صيني ولا الكلام ده. تمام. التسريحه بتاعتنا ما شاء الله جايه بدوران. هي فيها ليد يا استاذ محمد؟ فيها ليد؟ بص حضرتك ده كل ده كده معلش ده كده اه ده مضيء بس انا عشان مفيش فيش هنا اه مفيش فيش لكن هنا ورا ده الاضاءه بتاعتها وكل حاجه كده الليد بتاعنا بسم الله ما شاء الله. تمام هي بتتفتح برضو. الله لا من هنا من هنا. لا ده دي طيب انت شفتيها صح؟ طيب شفتها انت مخبيها؟ لا كنت مخبيها للاخر بس. بصوا بتتفتح من فوق اه ايوه من ده الدرجين ده على فكره. تمام. محطوط على خشب يعني ده من تحته مش فاضي. تمام. عشان هو يظهر الحاجه اللي تحت لو تشيل. لا هو كده كده ده موجود مداريها بالظبط كده. هنا تحط تفاصيلك كلها ومعانا درجين يعني ليها ست دراج يعتبر حلو قوي مساحتها قمر جميله ما شاء الله. ست دراج للتسريحه ودرجين للكومود وطبعا الدولاب ما شاء الله بالمساحه بتاعته القمر دي. جميل جدا يعني شيك قوي. بص بص شكل الزرار حتى واخد شكل السيلفر اللي هو الستانلس اللي موجود في الاوضه كلها جميله ما شاء الله. وبعدين دي نازل معاها القطعه دي كمان يعني نازل معاها البانكيت ونازل معاها كمان الشازلونج بالظبط حلو قوي. مساعد النيش بتاعها او العسكري شيك جدا وبرده بدرجين يعني انتوا متخيلين الاوضه دي ما شاء الله هتشيل معاكي حاجات قد ايه. في ارفف كمان ازاز. في ارفف بالظبط كده في رفين دول رفين هم يعني اهو الحامل هنا وهنا اهو اهو بالظبط. تمام. وبرده ظهره كابوتونيه يا جماعه بنفس الالوان بتاعتنا ما شاء الله. بنعمل ساعات ازاز وساعات بنعمل كابوتونيه. تمام يعني حسب ما الزبون عايز. تمام ما شاء الله. طيب تفاصيلنا ايه بقى؟ طيب بالنسبه لايه بقى؟ للاوضه اللي احنا عندها دي اه طيب هي الاوضه ديت داخل العرض 17.5 17.5 احنا انا شايفه ان احنا لغايه دلوقتي رينجنا حلو كده ابن حلال. اه في بقى أوه. احنا هنعلى بس هوريك لازم هنعلى ان في زبون بيبقى عايز حاجه اعلى شويه حاجه عندنا موجود كل حاجه. تمام كملوا معايا احنا النهارده عندنا شغل قمر. احنا خدت جوله كده في المعرض لقيت شغل تحفه. احنا لسه بنقول يا هادي نقول يا هادي مع بعض كده وكملوا معانا الفيديو. معانا بقى الاوضه القمر دي. بصوا اللون بتاعها مريح قوي كده للعين. الدرجه دي اسمها ايه؟ ده اسمه شامبي ايفون. دي درجه اللون اسمها الايفون. ايفون؟ لا اسمه الايفون. اه ما شاء الله جميله جميله. اي حد يقدر يوصل للدرجه دي. في شبيه ليها كتير بس هي الدرجه دي مميزه يعني. حتى بص مستوى التشطيب بتاعها عامل ازاي. جميله عايزه اقول لكم هي تحفه كده فنيه يعني تتحط وتتفرجي عليها. بصوا الفينش بتاعها. لا لا بصوا التفاصيل. ما شاء الله جميله جدا. بسم الله ما شاء الله جميله. بصوا الاكسسوارز. انت لو بصيت حتى من هنا بس الشغل اللي في الكتف عامل ازاي. اه ما شاء الله شايفين الشغل يا جماعه بجد بسم الله ما شاء الله. ده برده زي كونسول كده معاها. احنا شفنا هناك ايه؟ مساعد نيش. مساعد نيش ده برده حاجه اسمها كونسول. الله حلو قوي. تمام. اه تمام. ده بقى ايه؟ ده ممكن يتحط ورا باب الشقه. اه معاه كونسول يشتغل. في ناس بتاخد اطفال اللي هو المقاس الميني اللي هو ال 150 بيبقى كومود بمرايه. ممكن ده يشتغل معاه تسريحه اطفال كامله. تمام. اه فكرتها حلوه برده بالظبط. اه ومعاها درج كبير برده اهو. بصوا الدرج غويط حلو قوي ومضيء ليد كمان. اه عايزه اقول لكم دي تحفه. بصوا المقف بتاعها على شكل جوهره كده. بصوا جميله قوي 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 وتفاصيلها حلوه. وده ليد على فكره ما شاء الله زي ما احنا شايفينها كده. ده السرير بتاعها. ده السرير بتاعها. بصوا ليه شكل تحفه وجايب واخد من الجنب بتاع الدولاب. بصوا نفس الشغل اللي في اوضه النوم في الدولاب بالظبط ما شاء الله. يعني هي معاها الكونسول ومعاها برده بانكت. وبعدين بص تنجيل السرير ده مختلف عن الشغل يعني معظم الشغل رسمه. اه ده واخد نفس الرسمه دي نفس الرسمه مختلفه. اه اقول لك انا بقى الرسمه دي ايه. انا عمال افكر مش واخد بالك انت. أوه. بص في الدولاب وراك. بصوا دي ايوه بصوا كده بيعملوا اللي بيعمل الشغل ده بيعمل ماتشنج كده مع بعضه تحفه. المنجد حلو قوي. لا اه مركز عارف هو بيعمل ايه. بسم الله ما شاء الله. حتى هو ربط ربط الفورمه بتاعت الدولاب بوش السلك. اه لا ما شاء الله حلوه حلوه عجبتني بصراحه. طب والبنكت مش هتتكلم عنه؟ ما انا قلت معاها بنكت كمان ومعاها الكونسول. ده البنكت اللي احنا متعودين عليه اللي هو بيكتب ساعه كويسه وحاجه. اه ما شاء الله حلو قوي.
طيب معاها تسريحه مش كده؟ تسريحتها جميله جدا. بس تسريحه ده ما شاء الله، يعني الدرج بتاعتها كبيره، درجها كبيره يا جماعه. بصوا بصوا الدرج من جوه عامل ازاي، ما شاء الله واسع، والدرج الثاني واخد بنفس شكل الدولاب. بصوا كده الدرج على بعضها معمول تبادل مع بعضه، دول برده فيهم اضاءه حلوه قوي. بصوا التسريحه برده واخده الجنب بتاع الدولاب ده اهو، نفس الكتف بتاع الدولاب واخده، نفس الشكل بتاع الدولاب اللي في الجنب ده، تحفه. خلي بالك احنا بقالنا فتره ما خبطناش الكومودين ولا دخلنا جوه الدولاب والكومودين اهو برده. يلا ورينا بقى، يلا اتفضل ما تخش جوه الدولاب تاني. خلاص بقى ده سيم ربع. ايوه خلاص بقى شغل التخبيط والرمي كده واطلع كده. بصوا لا ما شاء الله. لا بس نعملها، دي اول واخر مره اعملها، مش هعملها تاني يعني. خلاص الناس حافظت، الناس بيبقوا عايزين يعرفوا يعني بتحس ان هم ايه، الحاجه تمام. بس هو بجد والله يا جماعه اختصروا كل حاجه، وهاتي نجار وانت جايه واحنا عارفين شغلنا بجد، الشغل بسم الله ما شاء الله بالظبط كده. بس الشغل عندنا ظهر الدولاب مش مدهون، نشوف نوع الخشب، السرير برده مش مدهون، الدرج موجود، ظهر الكومودينو نفسه موجود. بصوا الفينش والشغل بجد قمر. النجار اللي فاهم هو يبص الاوضه هيعرف الاوضه دي مكوناتها بالظبط، صح كده. خلينا نقول بقى الدولاب من جوه، هنا رفين وشماعه، وهنا مكتبه، مكتبه برده اللي هي متقسمه كده، وفوق رف كبير. رف 2 3 4 غير اللي تحت غير اللي فوق. تمام. يعني عندي بقى في ناس بتقعد تعدهم وقفوا كتير، يقعدوا بقى بالظبط. احنا هي تقسيمه تقريبا متقاربه الدولاب كلها. تمام. ده برده رف ودي شماعه. تمام ما شاء الله. الغرفه دي هتبقى عامله 18000. 18000 ما شاء الله، تحفه يا جماعه، ولونها جميل. بنتكلم فيها في 23 و 24 18 عشان شايلين بتاع 5000 6000 واحنا واقفين كده من الاوضه. طبعا العروض دي علشان عرايسنا الحلوين وعشان عيد الام. عندنا النهارده شغل قمر قوي، كملوا الفيديو معايا، لسه في شغل قمر في اخر الفيديو، كملوا معانا الفيديو يا جماعه. بصوا بقى دي لونها مختلف وجديد، انا مش عارفه اللون بس عن نفسي يعني بصراحه مش عارفه اللون، بس هي لونها حلو، هي لونها مش تقليدي ومريح وجميله. دي التسريحه بتاعتها. طبعا الدولاب يعني انا هديه لكم بالتفصيل لان هو حكايه لوحده، ده حاجه ثانيه غير اللي احنا شفناه تحت. شفنا تحت فواتح وشامبيت. تمام. ده دخلنا على حاجه اسمها دوكو شفاف. دوكو شفاف، دوكو شفاف. تمام. مش دوكو اللي هو الدوكو الكاس، لا دوكو شفاف. كلمه شفاف ان هي تظهر القشره الداخليه اللي هي اللي موجوده. بصوا يعني ده مش بيتعمل على لحم الخشب اللي هو السي، لا ده بيتلزق قشره وبياخد الدرجه دي اللي هي اسمها الدوك الشفاف. تمام. تمام. وطبعا بيتطعم بالدرجه اللي هي التركواز زي كده. بصوا ما شاء الله جميله، باينه جدا. تمام. وفي ناس بتقول على الشغل ده افريقي، يعني كلها مسميات. تمام. دي بس احنا خلينا متفقين ان هو شغل النجاره، لا النجاره ما فيش فيها كلام، عظمه النجاره كلها ايمن ايمن سهل. تمام. الشغل بيتكلم عن نفسه، لو واحد فاهم في الشغل اول ما يشوف الاوضه يقول لك الاوضه دي نجارتها كويسه نجارتها وحشه. هي درفتين جرار ودرفه بتتفتح. دي درفه دره. بصوا دي 3 رف. حلوه دي قوي. تمام. ده المغناطيس بتاعها اهو. بالظبط المغناطيس بتاعها عشان لما تقفلي. ايوه. تقفش فيها على طول. تمام. ودي هنا ديت. دي واقفه. الله حلوه الموضوع. ومساحه الرف جميله، دي جميله. وبعدين دي تشيل معاكي زي ما انت عايزه. جميله مساحه يعني الرف حلوه. دي كمان يعني تخيلي دي كده معاكي ودي معاكي. جميله. بصي زي ما انت عايزه. تمام. معانا الشماعه، ومعانا شماعه لسه هتشوفها الناحيه التانيه. معانا شماعه هنا صغيره، هنقول دي للبدل مثلا او للسواريه القصير. وهنا بقى هتلاقي الشماعه الكبيره طبعا ورف. دي شماعه رفين كمان. لا الاوضه دي حلوه قوي، عمليه جدا ما شاء الله. والكرسي بتاع التسريحه برده موجود جوه اهو. ده نظام الكرسي. ده خشب، دي عايزه البف بداله مفيش مشكله. تمام. في ايدينا يعني. دي سهله. تمام. دي برده في حاجه هنا ما خدتش بالك منها، الادراج. الله ايه ده، انا مش واخده بالي. صحيح دي 3 ادراج جوه الدولاب نفسه. دول برده زياده معانا في الحاجه. ادي واحد طبعا متبتنه قطيفه، وعلى الجرار المعدن اللي في الجنب هنا ما شاء الله. ادي درج وادي الثاني وادي الثالث. ادي الثاني اهو وادي الثالث ما شاء الله. تمام حلو قوي. الاوضه دي جميله ومشتملاتها حلوه، الكومود بتاعها قيم جدا. بص الكومود عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله جميله. درج كبير ودرج اصغر منه، حلوه دي. بص الشكل الكبير فيه شغل، فيه دوران، واخد من الشغل اللي في الدولاب يا جماعه. عايزه اقول لكم الكومود برده، بصوا خليه زي ما هو. بصوا كده الكومود والتسريحه، تحسوا ان التسريحه 2 كومودينو في بعض، وواحد كبير وواحد صغير.
حلو قوي ما شاء الله. الديزاين كله بيبقى مرتبط ببعض، ما ينفعش نجار يعمل حاجه ويعمل حاجه ثانيه عكسها. تمام، لازم تبقى الاوضه كلها متكامله. تمام لازم. بسم الله ما شاء الله، دي جميله جدا، دي اربعه اوكي برده. دي حاجه محترمه جدا، ده دور كبير بقى، اربع ادراج ما شاء الله كلهم متبطنين، وطبعا على جرار معدن، وزي ما احنا شايفين واخده مستويين حلو قوي، والمرايه نفسها جزئين كده، جزء حريمي وجزء رجالي، اول ما بلاقي هي مقسومه بنقسمها على بعض على طول. ما شاء الله، ده السرير. ده سرير جميل جدا، الله اكبر، السرير تحفه يا جماعه، بصوا السرير، لا ده مش كبوتوني بس، ده من بعيد تحسه فرو اصلا، مبدئيا كده من بعيد تحسه فرو. لكن هي القماشه بتاعته، القماشه كمان مختلفه، مش واخده تشبيحه الرخام ولا سيده، دي اسمها سيزا قمر، تحفه يا جماعه، بصوا عامله ازاي، حتى هي تحس ان هي قريبه من جلد مقلوب، بس دي السيزا جميله جميله جميله. الجلد بتاعها ده خياطات، ده حاجه اسمها خياطات، دي مكان يعني حتى لما بتودي الشغل ده يتعمل مش بيجي على طول. تمام ما شاء الله، بصوا جاي كده هنا بدوران، تمام، وساعات بنعمل هنا اضاءه في ايدينا، يعني الشغل ده بنحاول نخف الاضاءه فيه شويه، لان هو بيبقى كده اجمل من الاضاءه نفسها، بيبقى ابسط من كده افضل، اشيك. تمام، احنا كده شفنا التسريحه. ايوه كنت لسه هسالك، بنراجع عشان نشوف ايه اللي ناقصها على شكل كنبه، الله حلو قوي قوي الاوضه دي، تعمى يا جماعه عجبتني الصراحه ما شاء الله. طبعا معاها درجين تحت بعرض البنكيت بتاعها، الدرجين بتوعها، والدرج الثاني برده كذا، سو ما شاء الله، تمام حلو جدا جدا، تسلم ايدك، دي حاجه محترمه وحاجه نظيفه وحاجه جديده. دي كده البانكيت والسرير والتسريحه والدولاب والكومود، تمام، موجودين. كام بقى دي سعرها يعني؟ اتفضل. طيب احنا قلنا بقى ان ايه، نقفل شويه عن تحت، تمام، ونشتغل برده على حاجه تبقى اعلى شويه كمان. الغرفه دي بعد الخصم هتعمل 19000، ما فرقناش كتير، احنا كنا بنتكلم تحت ب 17 18 يعني، انا مش هقول لك 27 لا، انا عايز برضو اقرب العمل للزبون بحيث ان هو ما يلاقيش الدنيا بعيد قوي، 19. بصوا انتوا متخيلين السرير القمر ده تحفه، عايز اقول لكم ما شاء الله، وتفاصيله حلوه، والدهان بتاعه مط مش بيلمع بكل التفاصيل بتاعته دي، بصوا عمق الشغل اللي عليه حلو قوي، والقماش نفسه قمر جميل جدا، والميكس اللي موجود ما بين التسريحه والكومود والدولاب كمان تحفه، بسم الله ما شاء الله، بصوا عندنا شغل قمر قوي، برده هحاول اجيب لكم كل التفاصيل. طب ما نصور الاوضه اللي وراك دي دايركت كده، ايه رايك؟ بص الاوضه دي واخده شكل مختلف جدا، واخده لونين ثلاثه مش عارفه، بس هي ملفته ملفته وحلوه، وفيها ليد، اوضه شقيه يعني، عارف فيها حركات، يعني دي ده الافريقي، ده الشغل الافريقي، لان اللي هو الجزء ده ولا عموما الدولاب كله؟ لا هي الاوضه كلها بتسمى على طبيعه القشره اللي راكبه فيها، دي مودرن، بس هي مسميها افريقي لان القشره ديت اسمها قشره افريقي، تمام، بتسمى على هذا الاساس، تمام. طيب ده درج، درج في ايه ده؟ ده درج مش درفة، مش داخل الدرج، الله ايه ده؟ يعني حتى لو انت فتحت الدرفة هو مستقل بيه، مستقل بنفسه، الله الله الله، ده ايه شغل الدلع ده؟ انت فاجئتني. والله فاجئتني، لا معلش هنفتح تاني نشوف تقسيمه الدولاب عشان انا كنت بتفرج على الحركه يعني. بصوا هي رف كبير من فوق، وطبعا الناحيه اليمين هنا كده تعتبر مكتبه، ودي درج، وشماعه هنا، حلو قوي، تمام، ده درج بيفتح لوحده، سواء انت بقى فتح الدرفه قفل الدرفه، انت عايز تستخدم الصالون، تمام تمام. الناحيه الثانيه برضو هو درفتين جرار، الجرار بتاعه كبير، ده اللي هو الاثنين درفه كبير، بصوا هنا بقى رف كبير برضو بنص مساحه الدولاب تقريبا، ده راكب اشارتي، ده متضمن اشوط زين، حاجه من علامه اشوط زين، بص سمك الرف اللي الاستاذ محمد بيقول عليه، الرف بين اشوط وزين، بياخد حليه زين على وش الرف نفسه، تمام. برضو هنا في شماعه وبقيه المكتبه بتاعتنا، مش هقول لك ان الرف ده كله زين، لا مفيش حاجه اسمها الرف كله زين او الشغل كله زين، الاشارت اللي راكب ده هو اللي زين، تمام، لان الزين في حاجات ينفع فيها وحاجات لا، وطبعا ده ليد يا استاذ محمد صح؟ ده كده معانا ليد يا جماعه، واخده طبعا استانلس مع الليد كمان، حلو قوي، بص بقى التفاصيل، اوضه دلع بقول لكم، اوضه شقيه كده فيها تفاصيل حلوه جميله، فين؟ في لمسه مختلفه، في طعم استانلس، بصوا الرجل، الله ده ايه القمر ده؟ بص كده شايفين التفاصيل؟ دي الرجل بتاعتها، الكومود هيكمل الرسمه بتاعت السرير، مش كده؟ كمل الديكور مع السرير، ده استانلس معانا اهو، حلو قوي، تمام، بسم الله ما شاء الله، ده جولد، في منه بقى لو عايز فديه والكلام ده كله ده سهل، تمام، ده الدرج اهو،
نفس العمق. جميلة بس ما شاء الله. حلوة الأوضة عجباني بصراحة. اللي انت طبعا السلوك بتاعته اهي بتركبي بيها. تمام كده الدولاب والكومود. ده احنا كده شفنا ايه الدولاب. الاثنين كومودينو. تمام. ده سرير اهو بقى. السرير حاجه محترمه جدا. بصوا في مساحه اهي عشان لما تحطي الكومود تلاقي الرسمه بتاعته السرير تكمل معاكي تدي ماتشنج مع التسريحه مع الدولاب. نفس اللي ماشي اللي هو السيزر. وبرده مش معمول كابوتينيه. كله ابتدى يتجه كده لان الكابوتينيه ناس يعني بتبعد عنه شويه. بالظبط. عشان النظافه ده لما يكون المساحه كبيره زي كده تقدر تنظف. بالظبط كده تنظفه. حلو قوي. وبرده في انه في النص هنا ليد مش كده؟ ده مضيء. وده البنك بتاعها. وده البنك بتاعها. الله. تمام قوي بس ما شاء الله مساحته حلوه. لا ما شاء الله يعني جميل جدا. تمام. التسريحه جميله جدا. دي درفه. بصوا درفه برف من جوه. واخده مستويين كده. طبعا هي ليد اهي وهي نفسها التسريحه واخده مستويين. ودي والدرج من هنا درج شفاف ومتقسم من جوه اربع. متقسم اربع. حلو قوي جميله بسم الله ما شاء الله. وبرده ليها درج تاني من تحت. التسريحه واخده نفس الشغل اللي استلم. بسم الله ما شاء الله. شايفين حلو قوي بسم الله ما شاء الله. حلوه واوضه طعمه كده مع نفسها كده. لا مندوره يعني بس مبين عليها. هي باينه بصراحه. لا هي باينه والله. هي بتتكلم عن نفسها ما شاء الله. لا هي باينه يا جماعه. والفينش باين واللون كمان برغم ان هنا لون الخشب على بني شويه وهنا في على جولد وفي على الستانلس وفي واخد اصلا درجتين للجولد هنا. برغم كده الاوضه على بعضها كماتشنج قمر. وبعدين لما تتفرش برضو طبعا فرش الشقه غير هنا. الحاجه لما تتفرش لوحدها بتظهر كلها على بعضها اكيد بسم الله ما شاء الله. اكبر عدد من دوت بس. جميله. لا حلوه الاوضه دي تفاصيلها حلوه ولونها جديد وشيك. ونسينا نقول ان هي داخل فيها كمان المرايه الفوميه. ان شاء الله تنسي الساعه. ما بنساش ده بالذات ما بيتنسيش. هتعجبك. لا والله العظيم دي اوضه بجد تشرف اي حد. وخامه ونجاره وحاجه يعني حاجه حلوه يعني ما شاء الله. بكام بقى؟ طيب الاوضه ديت النهائي بتاعها 19500 جنيه. 19500. عايزه اقول لكم الاوضه فعلا تحفه ما شاء الله. تفاصيلها حلوه. السرير بتاعها محترم جدا. اوضه شيك وروشه وجميل. الخامه. لا الخامه بجد ولا كلمه. عشان كده دايما اقول لكم هاتوا نجار. الخامه ده قبل اي حاجه ثانيه. وهاتي نجار تثقي فيه على طول عشان يجي يقول لك الكلمه الصح على طول. ما شاء الله. ما شاء الله. تسلمي يا استاذ محمد. لسه معانا شغل تاني. كملوا معانا الفيديو للاخر. احنا لقينا الاوضه دي مختلفه كده ولونها جميل. اللون ده لافندر صح؟ الموف. ترجميني بقى اللافندر. الموف ديت درجه بيدخلها في درجات برضو الرصاصيات او الموف. تمام. درجه من درجات الكشمير. اي درجه من الدرجات دي زي ما انت عايز. تمام. بس حاجه الكاميرا تبقى جايبه الدرجه مظبوط لان ساعات الكاميرا بتطلع الدرجه اوقات. انا بحاول والله. انا مخليه الالوان على طبيعتها بس هو لونه لافندر كده شويه. حلو قوي طبعا مع لون الخشب بيليق عليه اي لون. بصوا الدولاب اصلا عامل ازاي. حلو قوي. حلو ما شاء الله. والتفاصيل بتاعته. وكمان في دراج من تحت اهو. وفي رجول من هنا. هما درفتين جرار درفتين كبار. واخد برده مرايات فامي. بصوا مرايه ليكي ومرايه لي عشان نبقى متفقين كده. برده نص الدولاب رف كبير من فوق. والشماعه هنا في الجنب برده على فكره مساحتها حلوه. والمكتبه. اي الكومود بتاعه اهو. معظم الاوض اللي هي بتبقى اتنين درفه بيبقى التقسيمه دي منتشر او كده. تمام. هي نظام المكتبه والناحيه الثانيه كذلك. تمام. احنا كرجاله كده كده بناخد رف عموما فمش فارق معانا تطلع على التقسيم. هو رف في الدولاب كله. ده الكومود بتاعها. دي جميله جدا. جميله ما شاء الله. ده زان. ده الدرج الصغير حاجه محترمه جدا ما شاء الله. بص الديزاين بتاع الكومتين شيك جدا. ده في هنا الزرار وهي موجود اهو هيركب. تمام. حتى بص الصور. كنت لسه هقول بصوا البساطه بتاعتها حلوه قوي. بص كل ما الاوضه تبقى هاديه كل ما حتى تيجي بالاكسسوار لازم تجيبوا حاجه تمشي معاها. بالظبط. حتى لو جيتي انت حطيتي الميك اب بتاعك وورد ومش عارف ومفرش هتحسي ان انت زودتي حاجات على التسريحه بس الاوضه نفسها هاديه. ماشي صح. فجميله. وبص المقبض بتاعها كمان. بصوا الشيكه تفاصيلها حلوه وناعمه وجميله ما شاء الله. وبصوا هنا نفس زي الناحيه الثانيه. وسمك الرف حلو برده. بجد حاجه محترمه جميله. برده معانا درجين تحت هنا ما ننساش. طبعا ده متبطن يا جماعه بالظبط كده. بصوا متبطن حتى واخد من لون الدولاب يعني انتوا مدلعيننا على الاخر. عمل هنا اللون الاحمر او الفاتح يبقى زاهي معايا. هيبقى حاجه شاذه يعني. تمام. ده السرير بقى. بصوا السرير عمله كابوتوني ما حطش فيه اللون اللافندر مثلا عشان ما تبقيش متضايقه. لا حط اللون اللي ماشي مع الخشب. وده عامل فعلا زي ما يكون جلد.
هو جلد مقلوب بس هو عامل فعلا زي ما يكون جلد. انا بص معايا كده، ده حاجه اسمها ده اعلى من جلد المقلوب. بص يا جماعه، لسه جديده، اعلى من جلد المقلوب ما شاء الله، وناعم جدا، حلو قوي. بالك ان هنا برضو بصوا، في هنا بايك، في ليد كمان ما شاء الله ما شاء الله، حلو قوي برضو. واخد الفحل الاركات اللي بره ده، وكابتونيه هنا من فوق، وده الكومود شفناه. اي بنكت لازم ناكل مع السرير، يبقى برضو البنكت واكل معاه. تمام، ودي التسريحه، تسريحتها شيك جدا. بصوا بقى تسريحه برضو فيها شغل الاركات من الجناب وعلى الضرفه، جميله ما شاء الله. والتسريحه واخده مستويين وثلاث ادراج، والادراج بتاعتها كبيره. بصوا خامه الضرفه اللي فيها، الله، بصوا السك قد ايه تحفه. ده طبعا لا، اوضه محترمه وخشبها باين ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بجد خشبها باين. استاذ محمد انا عايز اعرف السعر، لان الاوضه دي بجد مميزه جدا ما شاء الله. شايفين الاوضه اللي هي الافريقي، حاجه محترمه وحاجه ماتيريال، حاجه تشرفك يعني ما شاء الله. دي داخل العرض برضو 19000 ما شاء الله. الاوضه دي عظمه يا جماعه، قمر، لازم تحطوها في حساباتكم لو عروسه ومحتاره، ما تفكريش. الاوضه دي تحفه جميله جدا، يعني من نوادر، يعني نجاره وخامه وموديل وتشطيب. تمام ما شاء الله، حتى الازاز بتاعها برده عملناه فاميل عشان يبقى ماشي مع لون الطرف نفسه. جميله ما شاء الله. كملوا معانا الفيديو، لسه معانا شغل عظمه. الاوضه دي معانا، بصوا دي برده سيمبل قوي، دي مطعمه بالستانلس كده ولونها زي جولد تقريبا، صح؟ ده شامبيه، ده شامبيه ذهبي، على خضار شويه، على خضار صح. بصوا هي لونها حلو جميله، وطبعا الاستانلس محطوط فيها، تحس ان انت ضفت لها اضافه كمان حلوه قوي، وسيمبل كده في شغلها. هو يدوب الشغل اللي موجود في نص الاوضه ده، وباقي التفاصيل كلها بسيطه. الاكسسوارز بتاعتها على جولد، علشان احنا داخلين فيها الاستانلس الجولد كمان ما شاء الله. الاوضه دي فكرتني بالتاريخ العثماني. ياه، بصي قلبت ذوقها، ما شاء الله، بصوا ذوقها حلو ما شاء الله. دي بنسميها نيو كلاسيك، نيو كلاسيك. مع البنت فيها نسبة قيمة بسيطة، تمام، مع المودرن نفسه. تمام، بصي الضرفة بتاعتها، بس انت جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. بصي كده، دي خمسة رف، ارفف خمس خمس ارفف، خمسة رف. تمام، بسم الله ما شاء الله. العروسة تحط اللي انا عايزه بقى. ما شاء الله، نجارة حلوة، تشطيب كامل. بص كده هنا الناحيه الثانيه، هنا الرف والشماعه ما شاء الله. تمام، ما علقتش على حاجه. الدلايه دي برضه دي شياكه برضه، يعني الدلايه، ايوه طبعا، هي كان ناقصها الدلايه. بتتأثر فيها الحاجات دي؟ لا، ازاي احنا نقدر يعني ان يعني الناس تعبوا وحطوها؟ لا، وتقيله على فكره بقى، تقيله، مش حاطين اي حاجه وخلاص، حاطينها تقيله كده حلوه ما شاء الله. تمام، لا التسريحه بقى عامله ازاي؟ بص بقى التسريحه واخده طبعا الشكل اللي في الدولاب من فوق، وبعد كده المرايه بتاعتنا ونازله كام درج. لا انت فعلا عندك حق، اوضه من ال، بص على رجل التسريحه، خشب محترم. بص كده، بص عامله ازاي؟ بص الدرج، بص ده درج، العمق بتاعه عايزي اكسسوارز دوت كده. بص ده العمق بتاعه قد ايه، يعني ما شاء الله، واخد كف ايدي، بسم الله ما شاء الله، حلو قوي بصراحه، جميله ما شاء الله. بص وفي درجين زيهم هنا الناحيه الثانيه، هي ستة درج، ستة درج ورف كمان هنا طبعا، ده غير السطح بتاع التسريحه والرجول بقى زي ما احنا شايفين، تحسهم متقسمين كده الاثنين كومودينو. طيب، والباف بتاعها اهو صح كده، ده معاه شوفنيره اهي، شوفنيره جميله، حلوه قوي ما شاء الله، زي التسريحه نفس شكل الجزء بتاع التسريحه. حط على شاشات ما شاء الله، حلوه. الادراج بتاعتها برده كبيره زي ما احنا شايفينها كده، بصوا جميله جميله، لا محترمه بصراحه. وبرده يا جماعه ما شاء الله، تغيير اللون في ايدك انت، اللون حلو كده عاجبنا، حلو ما شاء الله، جميل، عايزه تغيري اللون بالظبط كده. والكابوتونيه بالظبط، والكابوتونيه برده معاكي براحتك خالص. طيب بص بقى السرير بتاعها حلو ازاي، كله خشب، الناس اللي مش عايزين حاجه كابوتوني ده كله خشب، شايفين الشياكه طبعا، داخل مع الستانلس اللي موجود في الدولاب كمان، والكومود هنا في ال زي اباجوره برده كده، ما شاء الله، كريستال كده طبعا، في الكريستالات دي بتتباع برده ديكور للتسريحه، بتعرفي انت تجيبيها تعملي بقى ماتشنج قمر. بص برده الدرج هنا غويط ما شاء الله، طبعا في درج للكومودينو اهو تاني كده، ومعاها بانكيت كمان، دي نازل معاها البانكيت بتاعه، وطبعا معاها الشماعه والكرسي بتاعه، معاها الشماعه والكرسي وكل التفاصيل. تمام، دي حاجه محترمه جدا، وده على فكره ده بتاعه برضه بيستل، ده مش ازاز، ده ستانلس. تمام ما شاء الله، بص التجزئه ما شاء الله، بص الفينش بتاع الشغل ما شاء الله،
تحفه، تفاصيلها حلوه، لا ليها انسيابيه كده ويعني جميله. جميله ما شاء الله. ده البانكيت صح كده؟ هو بيبقى خشب من بره هنا. أيوة. ومن فوق طبعا هنا كبتونيه بيترفع. بس احنا مش عايزين نقعد نفك كل حاجه، لان احنا لسه عندنا شغل كتير ما شاء الله، وفتحنا حاجات كتير قوي بجد. لسه معانا شغل جميل، كملوا الفيديو معانا هتصور دي. بصوا دي ضرفتين جرار كبار كده زي ما احنا شايفين. بصوا بصوا الالوان مع بعضها تحفه. يعني الجمال هم بيعشقوا الشغل المودرن والمقابض. هي جميله شيك قوي. بصوا ولون الخشب مريح من بره ومن جوه. يعني الدرفه اللي حضرتك فتحتها دي بصوا الخشب عامل ازاي، جميل تحسوه على طبيعته، يعني جميله جدا. بصوا الله حلوه التفاصيل دي قوي، حلوه التفاصيل دي، حلوه ما شاء الله جميله. دي استاذ محمد؟ لا دي اوضه. بصوا والله اوضه محترمه جدا. في ناس ما بتنجدهاش بس احنا بنجدها. استاذ محمد احنا قلنا السعر بتاعت اللي هناك؟ انا صدقت نسيت. احنا ما قلناش السعر. طب انا هقفل لكم على الاوضه وهو يقول لي السعر. تمام؟ هصرف عليها ولا لا؟ ايوه اهي. بكام بقى دي يا استاذ محمد؟ 19. 19 ايوه كده. بس ارتحت كده. ايوه انا كده ببقى مطمنه. لا ست على بس. تسلم. دي جميله جدا، دي بنسميها الاتصالات. اتصالات. ليه بقى اتصالات؟ لان البرواز بتاع التسريحه واخد اللوجو بتاع شركة اتصالات. حلوة والله. على فكرة في حاجات كتير نازلة موضة يا جماعة بالشكل بتاع شركة اتصالات ده، في اشكال كتير اطقم في الاطباق نازلة كده. قمر عايز اقول لكم كمان هنا بصوا، لا دي تحفة الاوضة. بصوا الدرج قد ايه يا جماعة؟ ما شاء الله مساحته حلوة وتلات ادراج ما شاء الله، يعني حاجة سيمبل وشيك. نفس اللي موجود في الدولاب. بصوا يا جماعة تفاصيل تحفة. دي حاجة بس حاجة تشرف. طبعا هي هنا برضو متقسمه كده، في اربع غرف معاها كده. جميله ما شاء الله. وفي درج هنا كمان. ده درج اساسي شفتوا؟ يعني طيب ادي درج وثلاث ادراج، اربع ادراج، زائد ان في هنا مستويين للتسريحه. اربعة خمسة ستة، خمس ست ارفف. بسم الله ما شاء الله. والدولاب زي ما احنا شفنا، احنا فتحنا الناحيه دي، احنا فتحنا دي وفتحنا دي برضه نظام مكتبه دي جميله. فتحنا دي قلنا اللي هي دي اللي فيها الدرجين. تمام. والناحيه الثانيه رف رفين وشماعه. نفس دي واكتر. نفس دي تمام. الاوضه دي فيها ميزه ان هي من جوه بتحس ان هي عامله زي الادريسنج. زي الادريسنج. زي ما انت عايزه. بصوا يقول لك حاسه. شماعه اهو وبقيه الارفف ما شاء الله جميله. هي فعلا عامله زي الدريسنج من جوه. طيب بصوا الكوزينو بتاعها. الدرج برده كبير زي اللي موجود في التسريحه. ايوه. تحفه. على فكره احنا في هنا كده دي اضاءه. في ليد يعني؟ في هنا ليد بنركبه حسب الطلب، يعني تمام بنركبه حسب الطلب بالظبط، مش في الاوضه نفسها. لا بس في وجه ما بحبش الاوضه فيها. دي شوفونيرة او العسكر. دي برضه ثلاثة دول. ما شاء الله جميل. دي برضه؟ لا دي حاجة الله أكبر عليك. بس ما شاء الله. بصوا يا جماعة. لك الشمال إيه؟ عايز أقول لكم كله على بعضه برضه، عامل لك ماتشنج الألوان مع بعضها اللي موجودة في الدولاب موجودة هنا في الشوفونيرة ما شاء الله. جميل. طيب إحنا شفنا السرير. السرير بصوا السرير بقى. بصوا السرير قمر حلو قوي، واخد الدرفة الثانية اللي في الدولاب الجزء الفاتح. الأوضة دي مودرن جدا وحاجة وتشطيب. الماتشنج بالألوان مع بعضها وتنسيق الدنيا حلو قوي ما شاء الله. وبصوا بصوا عامل ازاي؟ تحفة ما شاء الله جميل. جميل ما شاء الله. تسلم يا أستاذ محمد. طب بكام بقى الأوضة القمر دي؟ دي عاملة 20. 20 هي تستاهل بصراحة، لأن هي فعلا مميزة وحلوة. 26 و 26 برضه. احنا عاملين خصم تقريبا في كل اوضه 5-6000 بالويم كده يعني. بس اللي هياخد حاجه تشرف يعني ما شاء الله. لسه والله الشباب انتوا سامعين صوت واحنا شغالين، الشباب لسه منزلين الاوضه اللي هنا. الناس بيجوا معاهم النجار والشغل بيعجبهم ما شاء الله، وبياخدوا هم واقفين الحاجه عجباهم. الله اكبر، ربنا يتم الكل على رئيسنا على خير. لسه معانا شغل تاني، كملوا معانا الفيديو للاخر. كمان الاوضه دي برده حلوه كده في نفسها، درفه وجرار الاثنين مع بعض. دي درفه. بس الدرفه من جوه عامله ازاي؟ ما شاء الله. الدرفة بتفتح معاك زي ما انت عايز. تمام. بس الرف. وبرده السمكة الرف طبعا حلو ما شاء الله. برده المغناطيس هنا اهو علشان انت بتقفلي يقفل ما يفتحش تاني زي الدواليب بتاعتنا بتاعت زمان دي. لا طبعا كل الشغل الجديد دلوقتي مدروس يا جماعة. بصوا التضليع اللي موجودة في الخشب. بص ومط ما بيلمعش. مستلس برده طبعا، مستلس على جولد كده. حلو قوي ما شاء الله. وبرده هنا شكل الخشب على طبيعته، دي قشرة افريقي. بصوا جميلة ما شاء الله. بصوا من جوه بقى. شماعة الجزء الطويل ده كده شماعة. الرفة فوق دي شماعة. ما شاء الله. دي ما شاء الله جميلة جدا. الدرفة الثانية.
سوق رفين كبار. بص الرف اللي فوق عالي، وده رف المقوى، وهنا الشماعه بتاعتنا. ما شاء الله اوضه حلوه محترمه جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. دي تسريحه جديده جميله، يعني البروز ده في هنا في ليد ممكن يتعلق، يعني مش مرتبط بالتسريحه. عايزه تخليها التسريحه ماشي، عايزه تعلق ايدي برده ماشي. تمام دي نازل معايا دي طرفه. الله دي جميله جدا. بس كده انت متخيله بقى تحطي فيها كل الحاجات بتاعتنا، يعني كل متعلقاتك زي ما انت عايزه. بصوا ده لغايه تحت كلها ارفف، حط فيها لمي فيها كل عايزه تفصليها عن فرفناتك وحاجتك كلها لمي فيها. ايه ده بتتفصل عن التسريحه؟ دي حره، ممكن تفصلها عن التسريحه خالص. حلوه. يعني في ناس ممكن تعلقها لوحدها في مكان دي براحتها خالص. ودي طبعا الاضراب بتاعتها اهي، ده كله زي الاضراب. بصوا برده الاكسسوارز بتاعتنا يا جماعه سيمبل، يعني الاوضه واخده على بني، حاطين الاكسسوارز على اكسدي كده، وطبعا واخد بني كمان. حلو قوي محترمه جدا. دي ضرفه طبعا صراحه، ده ضرفه وليها رف من جوه. تمام، وطبعا دروجين كبار من تحت. لا الاوضه دي ان شاء الله جميلة. وعجبني جميلة. موضوع الرف اللي فيها ده قوي حلو جدا، والدولاب برده ما شاء الله جميل. ده الكومود بتاعها، ده الكومود بتاعها شيك جدا. بص الكومود عامل ازاي، درجين واحد كبير وواحد اصغر منه ان شاء الله. في شكل جميل، يكون واحد اكبر واحد اصغر شويه. بس ان هو ده ما بيبات مع السرير بيدي شكل جميل جميل ما شاء الله، جميله جدا. ده السرير مش كده؟ ده السرير بتاعه. بصوا بقى واخده اللون بتاع الخشب هنا، بصوا ما شاء الله جميله حلوه. والله بس مش بصوا، يعني هم ما حطوش الاثنين غامق، الخشب غامق، حطوا لنا هنا فاتح عشان يعمل ايوه يعمل نور للاوضه كده. بصوا ده ظهر البنكات. ده الظهر بتاع البنكات. تمام ما شاء الله. تمام ده الكومود بتاعهم. وده الشكل العام بتاعهم ما شاء الله جميله يا جماعه بجد تحفه. حاجه محترمه جدا. بكام بقى الاوضه القمر دي؟ بصوا مش انت قلت مش هتخبط ومش هتخش جوه الدولاب ومش هترمي؟ اتعود على الخبط. انا ما خبطش، انا مخبط ده بس. ماشي ماشي تمام. بكام بقى؟ عامله 21. بصراحه اوضه قمر حلوه قوي، وفكره الدرفه المفصوله دي جميله، هتحطيها على التسريحه شغاله لايقه عليها جدا، هتخليها لوحدها برده، يعني فكرتها جميله ما شاء الله. بصوا هي ايه ده من جوه، خزنه ولا ايه؟ دي حاجه نازله جديده، يعني بدل ما انت اي حاجه عايز تحتفظ بيها. دي دراج، ده درج. دي بتثبت لسه طبعا. وده درج لسه هيتكمل المقبض. ودي درفه كمان معاك، كانت بتترحل كده شويه صح؟ كده شويه. تمام. دي لسه نازله، فهم لما انت طلعوها بنصبها لها. بص الشكل العام بتاعها عامل ازاي. بصوا دي جميله ما شاء الله، هي على جولد كده، وداخل فيها الستانلس الجولد برده، وازاز فامي. بالظبط ده نوع من انواع الشامبات برده. في نوع من الشامبي ذهبي ومد على خضار برده اللي انا قلت لك عليه. تمام. الكومودينو بتاعها حته تحفه، وهي ليد برده يا استاذ محمد مش كده؟ كل ده اضاءه، كل ده كده يا جماعه اضاءه، وداخل فيها كبطوني اهو برده، وده اضاءه برده، داخل فيها كل حاجه. تمام. وده فامي. بالظبط كده، ده حاجه محترمه جدا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كل الشغل بقى اللي هو بالابيض ده كده، ده ليد يا جماعه. وده الكومود بتاع، انا عاجبني الحاجات اللي هي اللي ده الكومود اللي ليها اباجوره دي. الكومود بتاعها لما بيكمل السرير بيبقى تحفه جميل. ده سرير. بصوا الرسمه دي مش بتاعتها، دي ده كده، دي شوفونيره، دي الشوفونيره بتاعتها. دي مالهاش دعوه بالسرير يا جماعه. بصوا يعني السرير من هنا ليه رسمه بتكمل اهي مع الكومودينو هنا، لان شايفين ده كومودينو كبير جدا. ده زياده شوفونيره، ده زي الكونسول كده. بالظبط. تمام. والكومودينو ثواني، والكومودينو اهو تمام، واخد برده من الشغل اللي موجود في جنب الدولاب. حلو قوي، نفس الشغل بس ازاي جميل. لو الاباجوره بتاعتها كريستالات، وشكل واخده الشكل بتاع الفيرزاتشي. تمام. بصوا جميل، السرير بتاعها حلو قوي، كله كابتوني طبعا، داخل فيه برده الستانلس. حاجه والازاز الفامي برده حلوه، حاجه تشرف يعني. وده البنكيت يا استاذ محمد مش كده؟ مش لازم ودي درجه. بصوا حطي بقى فيها حاجتك جوه ما شاء الله، جميله حلوه، وبرده واخده كله واخد من نفس اللون جميله. الاوضه كلها لازم تبقى متناسقه، وهنا الرفين برده بتاعها. بصوا بقى الدولاب من جوه رفين وشماعه، وده الاضاءه بتاعت الكتف نفسه بتاعت الليد. تمام. وصل هنا كده تمام. وهي متوصله في فيشه. تمام تمام. وهنا كده برضه رف وشماعه، وفي النص المكتبه. المكتبه بتاعتي. تمام. 18 ونص. 18 ونص يا جماعه، دي معانا النهارده حلوه ما شاء الله، تفاصيلها حلوه. فين تسريحتها؟ نسينا. هنصور اوضه من غير تسريحه ينفع؟ بصوا ده اجمل من غير تسريحه، جميله ما شاء الله، درجين كبار ودرجين اصغر منهم. جميلة جميلة.
ما شاء الله جميل. في شغل في الدرايسك، في تنجيد، في بصوا نفس الشغل اللي موجود في السرير بالترتيب. ثلاثة يعتبر داخل اربع مراحل شغل في قلب السرير. حلوة بسم الله ما شاء الله، حلوة قوي بسم الله ما شاء الله. غير الاستانلس، غير الاكسسوار، كل حاجتها كمان جميلة جدا 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 ما شاء الله. من عينيا عاجباك، عاجباك الاوضه اصلا. بص يا جماعه ما شاء الله تحفه حلوه وذوقها رقيق وشيك قوي. اكيد طبعا. لا حقيقي والله ما شاء الله. معانا كمان الاوضه القمر دي، انا عايزه اقول لكم تحفه بسم الله ما شاء الله، محترمه جدا. الوانها تحسوا ان هي لون الخشب على طبيعته كده. بصوا سمك الرف الدرف قد ايه ما شاء الله، حاجه محترمه جدا. وجايه برضو بدوران شويه بومبي كده من الجناب. ايه جبتها لهم طبعا اول ما بدات اهو. ما شاء الله اوضه حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. طيب اشرح بقى. الغرفه دي اسمها البومبونات. هي اسمها كده البومبونات. تمام تمام. دي عباره عن دي برضو ضمن الموديلات اللي هي الافريقي. الافريقي دي واخده قشره افريقي بدوكو الاثنين مع بعض. تمام. دي ثلاثه درف، بس الدرفه دي من جوه بدل ما هي متعودين عليها من بره. دي من جوه. دي تقسيمتها ايه ما شاء الله. بصوا الجرار يا جماعه بيجري ازاي، لمسه كده جري على طول. في انسيابيه في الحاجه ما شاء الله. دي مجرات محترمه جدا ما شاء الله. الله يبارك لكم. بصوا رفين وشماعه برده ما شاء الله. تمام. الله. بصوا جاي بدوران برده زي الدرفه يا جماعه، زي ما قلت لكم هنا الدرفه جايه بدوران. الكومود بتاعها نفس الحكايه، وفي رف كده صغير من تحت، وطبعا درج كبير. دي حاجه محترمه جدا. بصوا الدرج الكرتوني، سمك الدرج بسم الله ما شاء الله جميل. وبعدين السرير بتاعها كمان جميل جدا. بص بقى انا اول مره اشوف سرير كده. ده بص ده المشا دي سيزر، دي حاجه محترمه جدا. جميله يا جماعه، جميله ما شاء الله. نفسه. بصوا تمام بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللون عايزه اقول لكم كده قمر قوي، حلو جدا. عايزه تغيري اللون براحتك، بس هو فعلا اللون لايق عليها جدا ما شاء الله. ده واكل. بص الجيران ده الايفون، ده واكل مع ده. الدرجتين دول هما يعني واكلين مع بعض، منطقين الاثنين مع بعض. عاملين ميكس حلو قوي. فين التسريحه؟ سمعتها تحفه. بص التسريحه بقى جميله. هي بتركب لها ليد ولا هي فيها ليد؟ هنا في ليد. ده راكب اهو، راكب فيها. تمام. بصوا ده مضيق جدا معايا ما شاء الله. الليد اهو باين داير كده. وهنا ايه بقى؟ ثواني بقى، هنا في ايه؟ في حاجات بتتفتح هنا يا جماعه. هي اسمها البونبونيه. البونبونيه ايوه ما شاء الله جميله جدا. يبقى هنا ده مش نظام درج، ده زي بونبونيره كده. ايوه ايوه. وهنا في رف من تحت. ده رف وده درج. وثلاث اضراب بقى. وده درج ما شاء الله، حلوه قوي. دي حاجه محترمه جدا. بصوا التسريحه على بعضها عامله ازاي، نجاره وخامه وتشطيب بسم الله ما شاء الله. وطبعا اهو الكومود والسرير. وده الشكل العام بتاعها اهو. اوضه حلوه قوي محترمه، اوضه محترمه بجد. وموديل ناجح جدا معايا ما شاء الله. ولو عايزه تاخدي حاجه برده على الشنبات واحنا واقفين، بص على وراكي دي كده، تعالوا كده. الله دي فيها ليد ومنوره كلها، شايفين يا جماعه الشياكه، شيك قوي. اللهم صل على النبي، يعني ربنا يحسن سوقهم يا رب. مبيعه كمان بسم الله ما شاء الله. ايوه الورقه مكتوبه فوق اهي مبيعه. تسريحتها اهي، تسريحه ومساعد نيش وسرير وبانكيت والكومود. الله دي شايفين بقى، شايفين الحركات جميلة جدا جدا، حلوة الأفكار الجديدة دي. كل لازم تجدد في شغلك. دي ضرفة، ده المغناطيس مش عليها لأن أنا شديتها، بس هي مش كده، هي كده. هي جرار. دي جرار مش ضرفة. بص هي جرار يا جماعة، بص حلوة قوي ما شاء الله. فكرتها حلوة، حلوة قوي الأفكار الجديدة دي لعريسنا. مساعد النيش أهو. مساعد النيش وأرفف وظهره كابوتونيه برضو. البانكيت مع السرير تحفة. وأدي السرير بتاعنا برضو فيه ليد، وطبعا البانكيت بتاعنا أهو، والاتنين كومود بتوعنا. بجد حاجة قمر تحفة. دي حاجة تحفة. حلوة قوي. بص السرير فخم إزاي، طبعا الألوان جاية ماتشنج مع بعضها قمر قوي، والليد أهو شغال معانا برضو، حلوة بسم الله ما شاء الله. إحنا قلنا سعر الأوضة دي. بص أنت خدتني من الأوضة دي للأوضة دي. على فكره ده دوكو فورن، ودي براسيه، وده ضاع عليه ده كله. تمام. ده صفاريه كله طبعا. بالظبط كده. دي تسميتها. بصوا ما شاء الله حلوه، وبرده داخل فيها الستانلس ده والليد كمان ما شاء الله. اوضه قمر، اوضه على بعضها كده جميله جدا. بكام دي بقى يا استاذ محمد؟ دي عامله 18. 18 ما شاء الله قمر، عايزه اقول لكم حلو قوي. طب تعالى بقى ندي على طول كده عشان ما ينساش، الاوضه الجميله الفخمه القمر دي بكام؟ دي عامله 19 ونص. ما شاء الله حلو قوي. حلوة قوي قوي يا جماعه، اللهم صل على النبي. ايه دي الاصليه بتاعتها، ما اشتغلتش بالمضروب، دي الاصليه بتاعتها. هنا يا جماعه على فكره في شغل كتير مضروب في السوق دايما دايما عند ابناء احمدين، والله بجد الشغل عندهم ما فيهوش ما بي البنكيت بتاعها. في بنكيت ليها. الله ايه ده، بصوا يا جماعه
شايفين الشياكة؟ ده حتة تحفة تحفة قمر جميل ما شاء الله. شايفين القمر؟ حلو جدا. ده برضو نفس السرير. حلو قوي. بصوا يا جماعه يعني الحاجات على بعضها كده والدولاب من الجنب بالظبط ليه شكل كده جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. الاوضه دلوقتي كده فيها تفاصيل كتير وحلوه قوي وجميله ويعني واشرة اشرة افريقي. عايزه اقول لكم حلو قوي ما شاء الله. يعني انا مش هتكلم فيها وهستناك انت تشرح لي، انت فرجتني عليها كده جميله ما شاء الله. طيب اولا احنا كنا قلنا ان في موديلات احنا قافلين عليها مش بنوريها لحد. طبعا احنا عشان الزبون يبقى عارف ان في شغل واقفين عليه احنا هنصور هنا بس هما اوضتين. تمام. وفي شغل تاني زي كده واعلى للزبون اللي هو عايز حاجات بقى ايه يلف طالما براحته ويجي يقول انا عايز حاجه مميزه. بس دي بتبقى اسعار. تمام. الموديل ده حاجه جديده ومش نمطيه ومش منتشره. تمام. تمام. ممكن بعد ما تصور بقى نلاقيه في السوق. ماشي. بس عادي بقى احنا شبهنا شغل منه. تمام. بنجيب منه برضو لحد دلوقتي. انا بتصور كده بقى لو نزل تاني عادي مفيش مشكله بالنسبه لي. بس اول حاجه هي ليها درفتين كده برضو مكتبه رف كبير فوق ونظام مكتبه من جوه. نقفل الدرفتين. في معانا تحت درجين وليهم رف فوق. ايوه بص الدرج عامل ازاي. بص متنكد برضو يا جماعه ما شاء الله. درجين كبار درجين رباط على فكره حلو قوي. وفي رف فوق الدرجين هنا وفي رفين كمان هنا. هي الاوضه يعني بص هي شرحه نفسها مش. وبعدين في حاجه يعني بص النجار عامله ازاي. هي الاوضه بصراحه ولا كلمه بجد. القلب ده رف وشماعة يا جماعه. رف وشماعة عند كل هناك. عندك هنا رفين وشماعة. هنا برضو رفين وشماعة. جميلة اوضة محترمة وليها اربع ادراج من تحت صح ولا ثلاثة؟ لا واحد اثنين ثلاثة. ثلاثة ما شاء الله. ما ثلاثة دول وعندك كمان اثنين. اثنين يبقوا خمسة. ده في الدولاب بس. ده في الدولاب بس. ماشي. ده احنا لسه معانا الكومود ومعانا السرير ومعانا ال السريرها كمان كومود شياكة. بص السرير عامل ازاي؟ بص السرير يا جماعة. فرش سريري كنت اتفرج على بعدين الشغل ده ما بيتفرش في مكانه وضع ثاني خالص. طبعا مع الستاير والملايات والمفرش والدلع بتلاقي حاجة ثانية خالص. حاجة ثانية ده ومستيزة. تمام. الكومود بتاعها تحفه. بصوا ما شاء الله التفاصيل. مدير مكمل الديكور كله مع بعضه. بصوا كومود اهو جنبها. الكومود برضو درجين يا جماعه اهو ما شاء الله. حواليه الاثنين كومود ودرجين وزي ما احنا شايفين السرير. بصوا بقى البنكيت. البنكيت بتاعها ما شاء الله. ده حاجه محترمه جدا. ده بيتفتح. الله. بصوا انت يعني هتستغلي كل قطعه في الاوضه حتى دي تحتيها رفين. انت هتستغلي كل حاجه. لا النجار بتاعها الله يبارك له. لا اللي عاملها عاملها بمزاج والله ما شاء الله. النجار ما شاء الله يعني. حلوه جدا ما شاء الله. دي تسريحه مش كده؟ بس بقى الشماعه. الشماعه يعني ما فيهاش شماعه الا الله. لا احنا بنمشيهاش شماعه، احنا بندي شماعه كمان عليها. بصوا يا جماعه دي زي ما انت عايزه. بصوا تحفه. دي جميله. ده دور. بصوا ما شاء الله. تمام. بسم الله ما شاء الله. جميل الله يبارك فيك. كل الادراج عندنا يا جماعه مكتوب فيها الف مبروك. التسريحه بقى زي ما احنا شايفينها كده برده ما شاء الله ومساحتها حلوه قوي وفيها ادراج كتير. ادي 1 2 3 4 ادراج. وفي كمان معانا هنا الدرفه بتاعتنا شايفين يعني احنا. وبرده في برده هنا رفين. ايوه تسلم. ده ادراج طبعا. في رفين برضو هنا والادراج بتاعتنا. شايفين مساحه الدرج قد ايه يا جماعه؟ عريضه عريضه ما شاء الله. يعني بيبقى حاجه لسه جايه من الدهان ماسكه شويه كده. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لكم بجد يا استاذ محمد. الشغل حلو قوي وعايز اعرف سعرها بقى لان الاوضه دي زبونها معروف. بصي يعني الاوضه دي بنتكلم فيها فوق الثلاثينات. فوق الثلاثينات. تمام. تمام. بس ديت داخل العرض هتعمل 24. بصوا هي اوضه محترمه بصراحه وجميله واللي ياخدها بجد هو الكسبان لان هي بصوا يا جماعه فيها تفاصيل كتير وتفاصيل حلوه وبشياكه. حاجتك مقفول عليها بالنسبه للارفف، بالنسبه للشماعات وباقي الارفف برده مقفول عليها. عندك ادراج موجوده في الدولاب، عندك حاجات كتير جدا افكار تقدري تعمليها في الدولاب. اصلا التكنيك بتاعها عامل زي الدريسنج على فكره. بالزبط. يعني ما شاء الله جميله جدا جدا. طب انا شايفه في حاجه برده هنا كده. بصوا كده يا جماعه خلينا يعني انا عايزه اقول لكم السرير بتاعها حكايه حكايه. انت رحت فين؟ قلت السرير بقى. بص على السرير. بص السرير يا جماعه. بص السرير عامل ازاي. السرير فظيع 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 حكايه. بصوا تحسوه مدور. بص ما شاء الله جديد وشيك وشغل التنجيد الكابوتونيه والحاجات دي كل ده جديد في السرير. بصوا
اوضه جميله جميله دلع حاجه كده للناس اللي عايزين الدلع ما شاء الله. والظهر بتاعها برده داخل فيه كابتونيه طبعا، وفي مستويات للحرف بتاع السرير، والدولاب بتاعنا زي ما احنا شايفينه كده واخد الالوان القمر دي جميله جدا. برده هنشوف كل حاجتنا بالتفصيل. وهنا بقى التسريحه دي درفه، درفه جرار حلوه برده بسم الله ما شاء الله. نخش مساحه معاكي دي درفه برده معانا هنا درفه تمام. ده شغل اللي هو بقى برده دي ارفف دي هنا برده معانا فيها ارفف. وهنا معانا ثلاث ادراج، ثلاث ادراج حط فيهم اللي انت عايزاه. يعني برده انت مستغليه كل حته في التسريحه، انت مستغليها. ومعانا كمان هنا شوفونيره، معاها شوفونيره كمان بسم الله ما شاء الله. الكمود بتاعها برده حاجه محترمه. بص الكمود الدرج بيتفتح من فوق صح؟ ده صحيح ما شاء الله. انا بحب الحاجات اللي فيها تفاصيل حلوه دي. بصوا بقى شايفين الدلع والدلع بتاع السرير من هنا، لا جميله والله الاوضه دي عظمه، بس هي محتاجه مكان برضو دي برضو عشان حلاوتها تبان. 3 في 4 مثلا ما شاء الله مش عارف. طب بكام بقى الاوضه القمر دي؟ طيب الاوضه دي بقى يعني هقول لك سعر احنا مش بنطول فيها، بس انا هقول لك برضو عشان خاطر الايام اللي احنا فيها برضو. الاوضه ديت 21000. عايز اقول لكم اوضه محترمه جدا، السرير بتاعها لوحده بال 21000 على فكره. ما شاء الله حلو جدا بالظبط. انت جايبه حاجه مميزه مش موجوده عند حد، ودلع بقى عايزه اقول لك ما شاء الله. الاوضه دي بقى كانت يعني بتتركب تقريبا واحنا واقفين، يعني انا شايفاهم واقفين جنبها بيعملوا شغل فيها، لسه بيشيلوا الورق حتى لسه بقيت الكومدينات. لا بس في شغل بيكمل بس عجبتني بصراحه. قلت له طب تعالى ناخدها لقطه يعني. دي النمر المميزه جدا دي برضو درفه، دي فيها درفه واتنين جرار. الله بصوا عايزه اقول لكم حلوه. طبعا فيها ازازه هنا فامي جميل قوي، وفيها برضو الجزء فوق بتاع التضليع بتاعت الخشب باينه. دي اربع رفوف في الدرفه اللي بتتفتح طبعا، غير الرف الاساسي اللي تحت خالص ده. تمام ما شاء الله الله. بصوا بقى هنا كله مكتبه، ده تحفه. انا بحب كده على فكره، الارفف بتبقى بالنسبه لي انا عمليه اكتر مش نمطيه، يعني فيها لمسه مختلفه، يعني كل واحد بيحاول يميز شغله. بص التقسيمه الداخليه عامله ازاي بتاعتها ما شاء الله، اشوط زي كله جميله جدا. وتحت شماعه صغيره عايزه تشتغلي ماشي. الناحيه الثانيه هتلاقي الشماعه معاك اهي. بصوا شماعه ورفين وكبار كبار براحتك، والباف بتاع التسريحه اهو جميل جدا بسم الله ما شاء الله. وادراج بقى من تحت كمان، ودرج كبيره وغويطه. يعني بصوا انتوا متخيلين الدرج كبير عريض وغويط ما شاء الله. تمام طيب الاوضه دي ايه اللي معايا تاني بقى؟ ايه بقى؟ احنا كده عرفنا ادي الدولاب. معانا حاجه لسه جديده اهي مش بص كده ده ايه؟ زي الكونسول برضو كده عشان المرايه. دي بقى تقولي عليها شماعه، تقولي عليها كونسول، تقولي عليها زي ما انت عايز. حلوه. بصوا يا جماعه هي المرايه جايه، بصوا عامله ازاي، واخدين بالكم؟ مفتوحه كده من تحت ومسحوبه من فوق. ومن هنا ايوه في اماكن تعلقي عليها الجاكيت بتاعك بقى على حاجتك. بصوا لا حلو حلو قوي، ولو اتحط جنب الشقه كمان جميل، ولو اتحط في الاوضه برده ما شاء الله ليكي كده يعتبر كتسريحه حلوه، ولو حطيتيه في اوضه الاطفال برده جميل. لا فكرته حلوه قوي، عملي جدا ما شاء الله. بصوا الكمود بقى ده بيتفتح من فوق صحيح. الله انا ما خدتش بالي. بصوا جميله ما شاء الله، الدرج كبير برضو. بصوا طيب. والرجلين اللي هي جايه على مفتوح دي بتاعت الحاجه جميله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. احنا شفنا التسريحه بصي في حاجه بس عايزه اطرحها. اتفضل. الكمود ده له ظهر، الكمود ليه ظهر مش كمود كده بس. تمام رسمته وريني. بصوا بصوا رسمته بتكمل مع السرير جميل يا استاذ محمد تسلم. والسرير بتاعها كمان جديد، فكرته جديده. بصوا جميل ورقيق حلو قوي برده داخل فيه هنا الاستانلس، وهنا كابوتوني كده ما شاء الله جميله. ده حاجه محترمه جدا ما شاء الله. والبانكيت طبعا بيتفتح لفوق زي ما احنا عارفين بسم الله ما شاء الله. جميله جميله ما شاء الله. التسريحه بقى بصوا ارفف جانبيه دي بسم الله ما شاء الله، ودرفه رفين، وادي درج والتاني والتالت، تالت كبير بعرض التسريحه جميله. اوضه جميله بكل المقاييس ما شاء الله. وموديل وتشطيب، وبرده داخل فيها الاستانلس والمقابض الاكسيدي بتاعتنا ما شاء الله. دي حاجه بص دي ده حتى ده قميص. بصوا يا جماعه ده الفامي واخده برده كله، يعني انت هتقدري تقفي تشوفي نفسك فيها كده. كل الحاجات دي الذوق بتاع الشغل نفسه كل حاجه بتفرق ما شاء الله. ده دي حاجه
بص التقسيمه من جوه، الاكسسوار بتاعها تمام متناسقه مع بعضها. دي عامله 22 22. هي بصراحه اوضه طعمه. ده كفايه القطعه بتاعتها دي يا جماعه، القمر دي تحفه، حلوه قوي بجد، بسم الله ما شاء الله. في شغل تاني مش وال... في شغل مش مصورينه في النوم. الزبون يجي يشوف المعرض 6 ادوار وعندنا معرضين بدل المعرض 2. اللي عايزينهم فانت هتيجي هتلاقي اشكال كتير جدا، مش اللي احنا صورناهم وبس، هتلاقي اشكال تانية كمان بسم الله ما شاء الله كتير جدا. طبعا انا بحاول اختصر في الفيديو ونختار كده شويه حاجات مع بعض انا واستاذ محمد نصورها، لكن بتيجي بتلاقي اشكال كتير جدا جدا، وبرده كله عليه عروض مش اللي احنا بنصوره بس. في برده في الشغل الوسط برده حاجات تانية كتير غير اللي صورناها. بالظبط كده، الاسعار كلها عندنا وبخشب ما شاء الله حلو قوي هيعجبك. طبعا ما تنسيش تجيبي نجار وانت جايه، وبجد الفيديو كان مميز جدا النهارده. متشكره قوي استاذ محمد تعبتك معايا، تسلم. الله يخليك، تسلم، الله يخليك. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.